إعادة فكرة ما يسمى بسايكس بيكو جديدة، ولكن هذه المرة مغاربية. وهذه السايكس بيكو الجديدة سترسم خريطة دول جديدة، لأن هناك ستحصل انفصالات لا قدر الله إن لم نسير في اتجاه الوحدة. هذه المرة هذه الحدود لن ترسم داخل قاعات المخابرات العسكرية إلى آخره، حدود سترسم بالدم الشعوب، بدم الشعوب المنطقة، وستتشتت هذه الدول. لذلك لا بد من الدفع بالتفكير نحو ما هو عقلاني أكثر، والتنازل عن هذه الأنانيات وهذه العنطريات ما بين الأنظمة في المنطقة. شكرا. مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية ينظم بشكل دوري جامعة التنمية الاجتماعية جوج دورات، دورة شتوية ودورة صيفية منذ 1999. إذن يعني دابا 25 سنة. وفي الدورة الشتوية اللي هي هذه الموضوع دائما كيكون حول الثقافة، حول اللغة، مسألة اللغة، مسألة القيم، مسألة القيم إلى آخره. اعتبرنا بأن الأفق المغاربي عنده هذا البعد هذا، من غير الجيوستراتيجية، من غير الجانب السياسي الاقتصادي الاجتماعي، عنده كذلك مضمون قيمي بالنسبة للأقطار مكونات المنطقة، لا الدول ولا المجتمعات المدنية. فهذه الدورة هذه مخصصة للمغرب الكبير، المغرب الكبير واقعه وأفقه يعني حاولنا نجمع ممثلين من الأقطار الخمسة اللي هما حاضرين، وباحثين من مختلف التخصصات والمستويات، وعطات هذا الحفل العلمي، هذا الحفل العلمي اللي بديناه اليوم. الاتحاد المغاربي للاسف الشديد لا اراه الا على منه مقرا في شارع محمد الخامس بالرباط، ما فعل شيء، عباره عن موظفين بيروقراطيه ياخذوا في رواتب ومرتبات، ولا موقف يحدث وسمعنا منهم شيء. ووجد هذا الاتحاد المغاربي لاسباب يعني تعني هذا العرب في تلك الفترة في توازنات معينة، في ظروف معينة، في سياسات ظروفها، كل مرحلة ظروفها. بالتالي مثل ما حدث اللي تجمع الساحل، دول الساحل والصحراء الذي لم نسمعه، ومع أن نرى موجود ترصد ميزانية وموظفين ولا كلمة له. إذن ما الحل؟ يعني ما الحل فيما يتعلق بهذا الجانب؟ يعني نحن دائما نحاول بقدر الإمكان حتى في يعني في هذه الجلسة وغيرها أن نحاول بقدر الإمكان أن نكون استشرافيين، يعني نضع حلول ممكنة معقولة وننظر للمستقبل مع احترامي لسرد التاريخ ومع تقديري للجانب اللي يفكروا من جوانب اقتصادية الذي ليست متخصصي، متخصصي سياسة. طبعا هذه فرصة عظيمة أن نلتقي في مدينة طنجة اللي لها رمزية خاصة فيما يتعلق بالمشروع المغاربي، واللقاء طبعا بدعوة كريمة من مركز دراسات اجتماعية برئاسة الدكتور عبد الله سعف الذي قدم له كل التقدير على هذه الدعوة الكريمة. ونحن التقينا مجموعة من الأكاديميين والمهتمين المغاربيين فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونحاول بقدر الإمكان أن نطرح بعض الأفكار التي من خلالها يمكن تفعيل العمل المغاربي المشترك في، وهو طموح شعبي كبير في هذا الشأن. وبالتالي هناك عدة استعصاءات ومشاكل تواجه هذا المشروع خاصة على الصعيد الرسمي، ولكننا نعول على الصعيد الأهلي المجتمعي أن نبني لبنة على الأقل في تحقيق طموحات الأجيال السابقة الذي سبقونا
فيما يتعلق بالقيام بهذا التعاون المغاربي المشترك وتفعيله وترجمته على أرض الواقع، ولو بقدر من الإمكانات والظروف القاسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، ولكننا بقدر الإمكان سنسعى إلى طرح أفكار تحاول من خلال الإجابة على سؤال وهو سؤال مليون دولار كما أسميه. فكرته الرئيسية هي هل يمكن للباحثين والمثقفين أن يفكروا في مستقبل إحياء فكرة المشروع المغاربي، وما هي العوائق، ما هي السيناريوهات المستقبلية؟ مداخلتي تركز على جانب السيناريوهات المستقبلية في ضوء التحولات والمتغيرات الكبيرة في العالم، ماذا يمكن القيام به؟ الندوة تحاول الإلمام بفكرة المشروع المغاربي من جميع الزوايا التاريخية والثقافية والسياسية الاستراتيجية، مشروع الدولة الوطنية، وصولا إلى العوائق الرئيسية التي تقف أمام المشروع المغاربي. ولكن الهدف من الندوة هو البحث عن سيناريوهات المستقبل، الآفاق المستقبلية لإمكانيات إحياء المشروع المغاربي رغم الأجواء الانقسامية الشديدة في المنطقة ورغم المتغيرات الكبيرة في العالم بين تونس والجزائر والصراع حول الآبار ديال البترول ديال إجيل. وفي هذا الخضم هذا الصراع بين الجزائر وتونس يتدخل المغرب ويتضامن مع الجزائر. احنا ولينا في ثلاثية، صراع بين تونس بين الجزائر ودخل فيها المغرب، ولينا تتوسع النزاع أو المواقف. الصراع الثالث على الحدود هو الصراع بين تونس وليبيا، الرابع بين تونس وليبيا على البلاطو كونتيننتال دو غولف دو غابس اللي امتحت المحكمة الدولية لونو في 1982 1985، والذي تم حل هذا المشكل بين تراضي بين الطرفين في استغلال ديال الملاجئ ديال 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 لو بلاطو بترولي في التوافق. اذا فبراير 2024 هي الذكرى 25 لاتحاد المغرب الكبير او اتحاد المغرب العربي، كاين ظل وفيين للماده واحد للميثاق. تعيد نقاش الأعطاب ونقاش الخلل ونقاش التوقف ونقاش العرقلة كي نتطلع للآفاق الجديدة، كي نخرج من هذا السبات، كون أن الوضعية الحالية للاتحاد المغرب الكبير هي وضعية جدا يعني شادة إن صح التعبير، ويجب أن نخرج منها، لأن الاتحاد المغرب الكبير هو عليه أن يكون قوة ضاربة في إفريقيا، وأن يكون قوة استراتيجية في إفريقيا، على غرار ما قامت به مجموعة سيدياو أو مجموعات جهوية أخرى. وما فيها بأس أنه حتى الإشكالات تطرح، لكن ما بغيناش هذوك ما يقع عادة من اصطدامات في المنتديات وفي ما بين بعض الأطراف اللي هما المغاربة والجزائريين بشكل خاص.